السلام عليكم، معكم تلتوم. اللي ان شاء الله غادي نقدم لكم بانسو شارجي في التوب اللي هنا كما كتشوفوها. هو انا ديجا راه رشمتو ودرت، يعني بديت فيه واحد شويه هنا غير كي باش تشوفوا تعرفوا كيفاش داير. بالنسبه للرشمه راني خديت هذه الرشمه، هذه ها هي كما كتشوفوا، هذه ها هي، ودرت لها هاد الانسخ لي بابي كاربون، وخديت هاد الماركه هذه لانه هي اللي ما كتخليش هذيك الكحوليه واضحه بزاف، كتعطيها لي شويه خفيفه، يعني بحال دايره غير قلم الرصاص. وهنايا كان جيت ناخذ الصباغه، انا استعملت هذه الصباغه هذه بالنسبه على حساب هذا اللون هذا، انا خديت هذه الماركه هذه ها هي، تقريبا عندها 4435 الرقم ديالها. وبالنسبه للبيض انا خديت هذا، ها هو 44 بالنسبه للبيض. وهنا الصباغه كما كتشوفوا انا خديت هنا بالنسبه للالوان، انا خديت هذاك اللون وخديت البيض هنايا، وحطيت انا هذا الخضر وخديت هذا الخضر الاخر هنايا، يعني الصفر هذا الدوغي هذا، وبالنسبه للخضر هنا كما سبقت وريتكم في الفيديوهات اللي من قبل، انا هنا بالنسبه للبانسور دائما تناخذوا جوج الالوان يعني بهذه الطريقه، وتندير هكا كالصباغه كنهز، ولكن بلا ما تنمسح بحال هكا اولا تنديو نجيبو في الطبسيل، لاننا هنا غنخدم في التوب، التوب كيخصو يشرب شويه الصباغه باش تبقى شاده مزيان. بالنسبه للرشمه انا كنبدا يعني خصني نتعامل مع بحال هكا، هي كما كتشوفوا هنا، وكنعاود فوق منها باش الصباغه انها تدخل ليا في الثوب مزيان. انتم كما كتشوفوا وهنا دائما ديروا الاحتياط ان ما طيحش لنا الصباغه فوق الثوب، لانه الا مشات تطاحت ما كاينش الحل ديالها، هي شويه كتبقى كتشد. وغنسبقوا مكرفسين الثوب بالاخص الا كان ديال شي حد. وانا بالنسبه لي كنصح دوك اللي غادي يستعملوا اول مره انهم يحاولوا ياخذوا شي ثوب يعني ما عندهم ما يديروا به ويجربوا فيه، باش هكا يعني يبقاو هاني. راه تنبقى نعاود عليها شحال من مرات، وبالنسبه للناس اللي غيستعملوه اول مره دائما كيستعملوا بهذا البانسو هذا اللي هو يعني زيرو، الرقم ديالو صفر، ها هو كما كتشوفوه. هنا شنو كندير؟ كندير بحال اللي كندير واحد لافينيسيون هنا مثلا في الوسط، انا خليته هكا، تعمدت ندير ليه يعني نخليه ونزل شويه بحال هكا، يعني كنستعن بحال غندير لا بانتور ونخدم، انه مادام هذا حيت غير لون واحد ماشي مشكل بالنسبه ليا، ودائما خصني نتبع لا فينيسيون باش هكا يبقى عندي نقي. وملي كنكمل كناخذ لي بايات لي هادو هنا كما كتشوفوها هما، وكنرش لان هنا كتكون شويه الصباغه كثيره. هنا غادي نعاود لكم الاخرى باش تشوفوها. دائما الا كنا شي بلاصه دايرين فيها الصباغه نحاولوا ما امكن اننا ما نحطوش علينا صباع، لانه الا مشينا تحطينا على الصباع غنساو وغنضطروا نحطوه ثاني فوق الثوب، بحال ما هكا غنكونوا طاشينا ثاني الثوب وغنزقوا غادي نكرفسوه. دائما تكيسوا عليها، اولا يمكن اللي كتقدر تخدم تخدم ثاني عاود بحال ما الطريقه، تتحكم في يدها شويه وتمشي بحال ما هكا. وهنا كنحاول ملي كنبغي نطلع كنحاول نطلع بالبانسو واقف ونوسعو واحد شويه باش كياخذ ليا شويه ديال السباس، يعني باش كنحاول نعمر حتى الوسط. واللي ما تقدرش راه تدير غير البانسو الرقيق تستعن به.
بالنسبه لهاد هاد الوريقات اللي كاين عندي هنا الوسط، انا غناخذ هاد البانسو هذا اللي هو النمره 4. ها هو راك شوف هنا راه مايل بهذه الطريقه هكا هو. ودائما سناخذ بنفس الطريقه، كناخذ دائما يعني جوج الالوان. بالنسبه للورده ها هي هنا كملات كما كتشوفوا. انا الا بغيت مثلا نقدر يعني نخدم مثلا فوق منها، فنقدر نعاود نزيد ندير لها بحال يعني بهذا الشكل ثاني دائما الصباغه، ونحاول نعاود ندير فوق منها هاد الرويس بحال ما هكا، نغير لها الشكل ديالها. وانتم كما كتشوفوا نطلع هذا هنا شفتوما انا كيفاش كتجي. انا كنغير لها الشكل ديالها من الوسط، لانه غير بالنسبه للرشمه انا تنحاولوا نرشمو ونقدروا نلعبوا فيها كيف بغينا. وانا دائما كنحاولوا ندوروا الثوب وما نديروش المرمه، لانه هذا ما تيمشيش مع المرمه هذا. هنا غادي نحنق البيدية نجي هنا كندير لها هذا البورجو هذا بهذا الشكل هكا. نتوما شوفوا كيفاش كتجي الورده.
يعني انا حاولت نغير لها الشكل ديالها، ما تبقاش في شكلها هكا باش يعني على حسب الطريقه باش مرشومه. بالنسبه هنا البانسو انا غادي نحاول نغسلو دائما لانه غادي نبدل اللون. دابا غناخذ هذا الصفر هذا، غادي ناخذ الخضر باش ندير هاد الوريقات. وبالنسبه لهذا الخضر هذا فانا شنو درت، لانه خديت انا هاد اللون اللي هو 72 هذا، ديت هذا 72 اللي هما كما كتشوفوا، وزدت معاه هذا شويه ديال 42، وزدت معاه 41، وزدت معاه 43، وزدت معاه هاد 36. هادو شديتهم يعني خلطتهم وعطوني هاد اللون هذا، لانه بالنسبه لهاد الثوب هذا الا درت 72 ما غاديش يبان فيه. انا حاولت درت هاد الميلونج ديال الالوان وعطاني هاد اللون هنا كما كتشوفوا، ها هو انا خلطته. هذا انا درت هنا مع الدوغي اللي هو هذا 62، يعني خديت نص هكا ونص هكا كما كتشوفوا ها هو. ولكن دائما ملي نبغيو نبدلو اللون خاصنا نغسلو الصباغه ونمسحو البانسو مزيان ما يكونش فيه الماء، حيت الا كان فيه الماء غادي يدي علينا الصباغه. وهنا بالنسبه لهاد الوريقات اشنو كنديرو، كنجيو ناخدو من الراس هنا كنحطو البانسو وكنحاولو ما امكن اننا كنوسعو كنطلعو بها هكا شويه واسع ونتبعو الرشمه. نشوك يعني كنبقى نعاود فوق منه، حيت علاش باش تدخل لي الصباغه مزيان في الثوب. وبالنسبه لهاد لي بايط فاللي بغى يديرهم يديرهم، اللي ما بغاش بلاش، حيت ماشي ضروريين، غير على حسب يعني الانسان الا بغاهم، اللي كيبقى غير اختياري. انتما كما كتشوفوا هي دابا هنا كيفاش دايره، غنجي للوسط ديالها وغادي ندير هاد الوريقه. نسوق منها دائما كما سبقت وقلت لكم، ان هاد دائما هاد البانسو الصغير كنحاولوا نديروا به واحد لافينيسيون كتكون شويه يعني كتعطي واحد واحد شكل زويون هنا، لانه باش كنحاولوا نديروا بان الورده راه يعني الورقات راهم خارجين من وسط الورده. اللي غنعاود لكم ثاني هاد الاخرى، نشوف كيما كيفاش كنهز الصباغه، يعني كنهزها شويه كثيره، ولكن ديما ندير واحد الاحتياط انني ما تقطرش ليا في الثوب، لانه هي راه شويه كتكون يعني هكا الانسان اللي ما كيتحكمش شويه في هذا راه كيقدر تمشي ليه في الثوب، يعني هكا توقع ليه في الثوب. انا هنا غادي نبدل الشكل ديال هذه، انا هذه غادي نعاود فوق منها بحال هذا الشكل هكا.
المهم انا كنكتفي بهذا الشكل هكا. انا الورده ديالتي انا غادي نكملها، وكنتمنى هذا الدرس هذا يعجبكم، والا عجبكم صيفطوا لي التعليقات ديالكم وتوصلوني بكل ما هو جديد. وان شاء الله في يعني في درس اخر انا غادي نوريكم كيفاش يمكننا ما نكتفيوش غير بالورده، نقدروا نزيدوا حويجات اخرين يعني بالنسبه لهذا، ولو اننا حنا ما راجمينهمش. والا عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا لي جيم، وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم.